اسمي ستيفين كيرتيس، أجمع كل شيء له علاقة بشخصيات ديزني، ما يقرب من 20,000 قطعة وحوالي 5 أو 6 آلاف مجلة وكتاب، ولدي معظم إصدارات دونالد داك العالمية. بدأت في تجميع مجموعتي عندما قابلت زوجتي عام 1986، فقد كان لدى زوجتي الكثير من مجلات ديزني، وكنت أجمع مجموعة بيتل بيلي، فقمت بتبادل مجموعة بيتل بيلي مع مجلات ديزني الخاصة بها. أشتري بعضها من الإنترنت، ولكن عادة أشتري من الأصدقاء والعائلة. لا أريد حقا التفكير في كم المال الذي أنفقته، لكن شركة التأمين وافقت أن تدفع لي 1,000,000 كرونة دنماركية في حال حدوث شيء سيء. لدي حلم بفتح متحف، ولكن كما ترى حولي لا يوجد مكان للزوار. المساحة كلها لا تزيد عن 120 متر مربع، وزوجتي تقول هذا يكفي، لا يمكنك أن تضعها في غرفة المعيشة أيضا.